مشاهدينا الصور التي وصلتنا من منطقة جوبر في ريف دمشق والتي دخل إليها الجيش العربي السوري وعثر على مستودع يحتوي براميل فيها مواد سائلة مكتوب عليها صنيعة في السعودية، بالإضافة إلى أقنعة واقية وأدوية مكتوب عليها الشركة القطرية الألمانية. نتابع عينات مشاهدينا من المواد التي تم العثور عليها في جوبر بعد اقتحام الجيش العربي السوري لهذه المنطقة. هذه الصور هي عينات من المواد التي عثر عليها اليوم في أحد المستودعات في منطقة جوبر، هي كلها عينات لمواد كيميائية ممكن أن تكون لها تأثيرات مختلفة. عمليات مع CIA، وأنا متأكد بدون ما حدا يوصف لي هناك موساد ضمنهم وهناك أجهزة مخابرات ربي. إذن نحن عم نخوض حرب ضد محور كامل في العالم يعني، فبالتالي ليس من الصعب عليه عمليا. طبعا يعني تحكي عن شبكات، هون دخلوا شبكات الاجرام وشبكات الترهيب، شبكات ترهيب السلاح، اجهزه الاستخبارات، حاطين امكانيات هائله. هي مواد خطيره جدا للغايه، مواد سامه يعني، وهذه المواد كيف ادخلت. هلا بضيف لك شغله ثانيه لهذه المواد، ايضا اضافه المواد الكيميائيه، في شيء نحن ما كنا نشيله، يعني هي معروف بانها صناعه امريكيه، يعني اذكر المشاهدين بانه هذه عينه من المواد، يعني هي حتى ليست المواد كامله، هي عينه من المواد التي تم إضافة العثور لذلك عليها. موضوع الاقنعه في لبنان بعتقد ضبطوا شيء حوالي 2900 قناع من فترة كانوا مهربين بدهم يتهربوا الى سوريا. هلا هذا يدل على وجود نوايا محددة لدى البعض للاستخدام. هذه دكتور على الشاشة كتب عليها الشركة القطرية الألمانية التي مرت منذ قليل. تماما، هذا هو المستودع مشاهدينا، وهذه يعني مشاهد في مواد، وهي عم تحكي انت طبعا. هلا انت لما عم نشوف هذا الحجم، هذه بجوز كمية بسيطة منه ممكن تؤدي لنتائج كبيرة، لا لا لا، أضرار كبيرة جدا. انه هذه المواد بالحجم انه والله لازم يكون، لا هذه